اهلا بيكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن الكومباينر بوكس. في بعض الناس بتسميه جانكشن بوكس او صندوق التجميع. هو عبارة عن صندوق جوه بيبقى بعض الفيوزات، بيبقى جواه السيرج اريستور، بعض السيركت بريكرز، بيبقى متوصل فيه توصيلات عشان نبدأ نركب اطراف، تمام، السترنجات او اطراف البي فيو موديولز، وناخد منه ونروح للانفرتر. ده احنا بنسميه الكومباينر بوكس. يبقى انا النهارده هتكلم عن الكومباينر بوكس او صندوق التجميع. بجمع كل اطراف الموديولات وبوديها لصندوق. الصندوق ده بيبقى طالع منه اطراف عشان ابدا اخد، تمام، طرفين واروح بيهم للانفرتر. طبعا هنا بيبقى راكب في بعض الكومباينر بوكس، بيبقى راكب فيه علبة فيوزات، الفيوزس بيبقى راكب فيها حماية ضد الجهود العابرة زي ما قلنا، سيرج الريستور. مهم جدا الكومباينر بوكس يبقى الاي بي او الاندكس بروتكشن بتاعه عالي، بيبقى على الاقل 55، طبعا ممكن نخليه 60، 65 او 66، 67 لحد 68، بحيث يبقى اعلى حماية. طبعا زي ما احنا شايفين كده، ده عبارة عن كومباينر بوكس. كومباينر بوكس هو عبارة عن صندوق تجميع، هو عبارة عن علبة في الاخير بيتحط جواها، تمام، الكونكشنز بتاعتي، كل الاطراف اللي انا هدخل بيها من السترنجات، من الالواح الشمسية، ادخل بيها على فيوزس، وبعد الفيوزس اطلع منها اروح رايح على التوصيلة بتاعتي. او هنا برضو نفس القصة، بحط كومباينر بوكس فيها سيرج الريستورز، تمام، وهنا في طبعا الدخلات بتاعت الكابلات او الجنكشن بتاعت الدخلات بتاعت الكابل. زي ما انتم شايفين كده، ادي رسمه توضيحيه، ادي الالواح، بجمع من كل الالواح سترنجات، باخد كل البوزيتيف مع بعضه وكل النيجاتيف مع بعضه، بحط هنا على الاطراف البوزيتيف بحط فيوزس مصهرات، تمام، وبحط على النيجاتيف برضه بحط فيوزس، وبعديها اروح طبعا بركب منع صواعق سيرج الريستور، وبركب طبعا الطرف الارضي. بعد كل الكومباينر بوكس ده باخد الطرفين دول اللي هم طالعين من كل الالواح واروح رايح بيهم على الانفرتر. في شكل تاني هنا بيوضح لي كابلات الدي سي، تمام، اللي طالعه من، تمام، الالواح رايحه للعاكس، يبقى ده اخر مرحله رايح للعاكس، اهو الطرفين دول بس، تمام، بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى انا عندي اطراف رايحه للعاكس. ده مفتاح فصل على الدي سي، ده الديسكونكت سويتش. طبعا هنا بيركب قبليها بيبقى فيه الاطراف دي كلها داخل اطراف مجموعه السترنجات البوزيتيف، مجموعه السترنجات النيجاتيف. طبعا بجمع دول كلهم يا شباب، بحط فيوزس، بحط مصهرات على الاطراف الخاصه بالداخل من السترنجات، الموجب بجمعهم مع بعض والسالب، وبعد كده بيطلع الموجب والسالب دول على هيئه طرفين فقط يروحوا رايحين للانفرتر. طبعا بركب اجهزه حمايه في الدايره سواء كانت سيرج الريستور، تمام، او غيرها. طبعا مهم جدا ان انت تبقى عامل مثلا سترينج 1 وتحط ليبل هنا، تعمل ليبلنج على الكابلات، سترينج 2، سترينج 3، سترينج 4، تبقى عامل بوزيتيف ونيجاتيف، تمام، تبقى كاتب والله ده سيركت بريكر، ده فيوزس مش عارف مقدارها كذا. لازم تعمل ليبلنج على الكومباينر بوكس. موضوع الكومباينر بوكس موضوع بسيط، هو في الاخير عباره عن صندوق بيبقى موجود جواه تجميعات للكابلات اللي جايه من الواح الطاقه الشمسيه، وبيبقى في بعض الاوقات في فيوزس، او بيبقى فيه سيرج الريستورز، بيبقى فيه ديسكونكت سويتش، عشان تبدا تاخد كل الكلام ده كله وتروح على هيئه الطرفين بس، تروح داخل بيهم على الانفرتر. يبقى الموضوع بتاعنا النهارده كان عن الكومباينر بوكس، موضوع سهل جدا، تمام، وبسيط جدا. واشوفكم في فيديوهات تانيه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.